القارئ الذي شرف مصر في المحافل الدولية والمحكم الدولي عبر الدول الإسلامية قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، فخر قراء جمهورية مصر العربية وفخر محافظة الشرقية، وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يلقبه محبوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بملك المقامات، والذي شرف مصر في المحافل الدولية، والذي يسعدنا دائما في لقاء الفجر. أيها السادة الكرام، هذا اللقاء ينقل عبر شاشات الانترنت العالمية. المهندس ناصر صلاح الأكثر انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الهندسة الهوائية المهندس أحمد الخولي المقيم بالعوسجة. هيا بنا نستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك بتلاوة قرآنية مباركة عطرة لقارئ قلما يجود الزمان بمثله، الذي لقب بملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، يتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم كل نفس ذائقة
اللهم صل على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى قلوبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى قلوبهم
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فبنا على ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الذين يذكرون الله
بهم سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.
ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
وقاتلوا وقتلوا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم.
هي آيات الدعاء التي حكاها لنا رب الأرض والسماء، والتي نزلت على قلب خير الأنبياء، هي خواتيم سورة آل عمران المدنية، والتي نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المباركة. فلاها علينا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ إذاعات جمهورية مصر العربية، والذي دائما ما يمتعنا عبر إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، علم التلاوة الذي شرفنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لروح والدنا الكريم الحاج يوسف عبد الصمد يوسف باسم أبنائه الأكرمين الأستاذ رضا، الأستاذ راضي، الأستاذ هشام، والحاج يوسف، والأستاذ محمد. باسم إخوتي جميعا أشكر كل من أتى ليواسينا وليقدم واجب العزاء في والدنا الكريم من جميع القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والقيادات الدينية بمحافظة الشرقية، شاكرا لكل من أتى من بقعة وشتات.